رمضان كريم. العواصف الثلجية أمر طبيعي بيحدث بين فترة والأخرى في منطقة بلاد الشام، لكن اليوم رح نحكي عن عاصفة ثلجية خريفية قلبت الموازين على فصل الشتاء. لما نحكي عن عاصفة وخريفية وثلجية، إذن أكيد بنحكي عن العاصفة أليكسا. العاصفة أليكسا عاصفة ثلجية أثرت على بلاد الشام والأردن في الفترة ما بين 10 إلى 14 ديسمبر من العام 2013. طبعا لما نحكي من 10 إلى 14 ديسمبر، احنا بنحكي عن فترة خارج فصل الشتاء من الناحية الفلكية. في مطلع ديسمبر من العام 2013 اندفعت كتلة هوائية قطبية نحو منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، عملت على تشكل منخفض جوي طويل التأثير على منطقة بلاد الشام، امتد إلى 4 أيام من الأمطار والثلوج وأسبوع من الانجماد والصقيع ودرجات الحرارة الباردة القياسية. العاصفة أليكسا كانت عبارة عن 3 أجزاء. بدأنا بأمطار يوم الثلاثاء والأربعاء، كان في عندنا جبهة ثلجية ليلة الأربعاء الخميس، وجبهة ثلجية ثانية ليلة الخميس الجمعة، والجبهة الأقوى والأعنف أكيد الكل ما بنساها كانت ليلة الجمعة حتى صباح السبت. بأول جبهتين ثلجيات كان هناك تساقط ثلج وتراكمات، وتراكمات جيدة في عموم مناطق المملكة. صباح الجمعة أجواء مستقرة، أجواء مشمسة لكنها باردة، الكل ذهب إلى يعني أنه يلعب بالثلج ويشوف الثلج في المناطق اللي فيها ثلوج، خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى. الشيء الناس اللي ما كانت حاس بحسابه أنه مع ساعات مساء الجمعة هناك تجدد في تساقط الثلوج. بدأت الثلوج تقريبا مع ساعات العصر من يوم الجمعة في المنطقة الشمالية، امتدت مع ساعات المساء الأولى للمنطقة الوسطى، ساعات متواصلة من الهطول الثلجي الكثيف اللي أثر على المملكة وبلاد الشام بشكل عام مع ساعات مساء الجمعة حتى صباح السبت. الثلوج القوية اللي صارت يوم الجمعة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء مختلفة من المدن الأردنية. أكثر من 150 ألف سيارة عالقة فقط في شوارع العاصمة عمان. ولما انتهى تأثير العاصفة الثلجية من ناحية تساقط الثلوج صباح السبت، وجدنا أنه كمية الثلوج التراكمات وصلت 2 متر من الثلج في مناطق المرتفعات الجبلية الشمالية، وما يقارب المتر في مرتفعات العاصمة عمان بالإضافة إلى جبال البلقاء. وبعد تأثير التساقط الثلجي مرت المملكة بأسبوع من درجات الحرارة المنخفضة والجليد بشكل يومي اللي كان على إثره تأخير الدوام أو ساعات الدوام خلال ساعات الصباح الباكر. نحب نعطي معلومة أن مرتفعات الشوبك وصلت درجة الحرارة فيها إلى 16 درجة مئوية تحت الصفر، وتعتبر هاي من درجات الحرارة القياسية المسجلة في تاريخ المملكة. أيضا هبات الرياح وصلت في بعض محطات الرصد الجوي إلى 130 كيلومتر أثناء تأثير العاصفة الجوية أليكسا. وبالتالي تعتبر العاصفة أليكسا واحدة من أقوى العواصف الثلجية خلال آخر 30 عام أثرت على المملكة وبلاد الشام، بالإضافة إلى عاصفة 2003 وعاصفة 92 الكبيرة اللي رح نحكي عنهم بالحلقات القادمة. ومعلومة أخيرة، أثناء تأثير العاصفة أليكسا آلاف الرحلات الجوية التغت في تركيا وبلاد الشام ومصر بسبب تساقط الثلوج والرياح القوي والأمطار الغزيرة والغبار. لا تنسوا تشاركونا ذكرياتكم في العاصفة أليكسا من خلال التعليقات، وبنشوفكم بحلقات جوية قادمة. سلام.